ومن دنيا الرياضة وليد إلى دنيا الثقافة، اليوم التونسي الأمريكي موعد سنوي تحتضنه العاصمة الأمريكية واشنطن للتعريف بالثقافة التونسية. وهذا اليوم هو مناسبة حضرها مثقفون ورجال أعمال من تونس وأمريكا احتفاء بتونس الثورة لتسهم في فتح الأبواب أمام التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين. تفاصيل أوفى حول فعاليات هذا اليوم مع مراسلنا من واشنطن نهاد جعفر. أقام المركز الاجتماعي التونسي في الولايات المتحدة احتفالية بالمناسبة السنوية لليوم التونسي الأمريكي في العاصمة واشنطن، حيث حضر الاحتفال كل من سفيري تونس لدى واشنطن والأمم المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من الأدباء والمثقفين ورجال الأعمال. كان حدث يتكرر كل سنة يعطينا فرصة أن نستعرض الثقافة التونسية ونحتفل بها مع إخوان التونسيين وأصدقاء تونس. سنحرص في السنة الجارية وفي برامجنا على تدعيم التعاون بين التونسيين المقيمين في أمريكا والتونس الأم، وكذلك ما بين توثيق العلاقات الاقتصادية سواء بمساهمة في دفع رجال الأعمال الأمريكيين أو شركات أو دفع في اتجاه الاستثمارات الأمريكية في تونس. الأمريكيون المشاركون في الاحتفال عبروا عن سعادتهم واعتزازهم بالثورة التونسية، متمنين الأمن والسلام لها والتقدم نحو بناء دولة ديمقراطية متحضرة. أتمنى أن تتشكل حكومة توافقية تحترم جميع الأديان، وكذلك تحافظ على ثقافتها الإسلامية وتحقق طموح شعبها وتكون منفتحة على جميع أنحاء العالم. تخلل الاحتفال مجموعة من الفقرات الغنائية والفنية، بالإضافة إلى توزيع عدد من الجوائز على التونسيين المبدعين والمتميزين في الولايات المتحدة، حيث عبر جميع الحاضرين عن بهجتهم وسعادتهم بالتغيير الذي تشهده بلادهم. إذا أقل واجب يقوم به الفنان تجاه بلاده، بالأخص احنا اللي عايشين في الغوة، أول ما نجحت الثورة في ظرف 24 ساعة جهزت الأغنية، 48 ساعة كان الكليب على القنوات التلفزية هوني، وإذا أقل هدية لأولاد بلادي وإن شاء الله. اليوم التونسي الأمريكي اكتسب هذا العام لونا خاصا، فرياح التغيير التي هبت من تونس واجتاحت المنطقة لم تنل إعجاب وتقدير العالم فحسب، وإنما فتحت الطريق أيضا نحو مستقبل مزدهر يتطلع التونسيون إليه، وكلهم ثقة بأن سنين العجاف قد ولت والقادم يحمل الخير كله. من العاصمة الأمريكية واشنطن وللتلفزة الوطنية التونسية نهاد جعفر.